يرى بعض الأشخاص أن العبقرية والجنون وجهان لعملة واحدة، كما يتجسد ذلك في كون بعض الاختراعات الأكثر نجاحا على الإطلاق في غاية الغرابة في بدايتها. جمعنا لكم في هذا الفيديو 11 من أنجح أفكار الاختراعات على الرغم من توقع الجميع بعدم نجاحها، والتي سنستعرضها عليكم في هذا الفيديو. 11. أجهزة التلفزيون. لقد تم اختراع بث الصور المتحركة عن بعد جهاز التلفاز في أوائل القرن العشرين، إلا أن هذا الاختراع ظهر وانتشر بعد عقود من اختراعه. تريد أن تعرف لما حدث ذلك؟ يجيبك المخترع ليدو فورست في عام 1926، لأن لا أحد من المستثمرين آمن باحتمال النجاح التجاري لصندوق يبث صورا متحركة. ويضيف فورست: بينما يعد جهاز التلفاز ناجحا نظريا وتقنيا، إلا أنه فاشل تجاريا وماليا، بل وأقرب إلى المستحيل. 10. الهواتف الخلوية. تم اختراع الهاتف الخلوي المستوحى من خلايا نحل العسل من طرف مارتن كوبر، والذي طالما نصحه الناس من أن فكرته هذه لعبة خطيرة لا تستحق كل هذه المجازفة، إلا أنهم اصطفوا في طوابير طويلة أمام محلات البيع في اليوم الأول من إطلاق هذا الجهاز الذي كانت له ذاكرة تتسع لـ30 رقما، مع بطارية بفترة حياة تدوم ساعة واحدة، والتي تتطلب 10 ساعات حتى تشحن بالكامل. 9. الرموز التعبيرية أو الإيموجيز. تم ابتكار الرموز التعبيرية في سنة 1963 من طرف الفنان الأمريكي هارفي بيل، والذي تلقى $45 فقط كمكافأة مقابل اختراعه هذا. بعد سنوات من ذلك، بدأ كل من رجلي الأعمال برنارد سبين وموراي سبين بترخيص وبيع هذه التعابير والابتسامات الصفراء، والتي عادت عليهم بفوائد كبيرة قدرت $50 مليون آنذاك. 8. الحواسيب الخارقة. عندما كان غوراف كانا يدرس الثقوب السوداء، كان المختبر الذي يعمل به في حاجة إلى جهاز كمبيوتر خارق وباهظ الثمن، إلا أنه كان لغوراف فكرة أخرى، حيث قام بشراء 412 منصة بلاي ستيشن 3 رخيصة، وثبت عليها نظام تشغيل آخر، وبذلك تحصل على ما كان يريده بطريقة أقل تكلفة من اقتناء حاسب خارق فعلي. 7. صفحة $1 مليون. في سنة 2005 قرر الشاب الإنجليزي أليكس تيو، والذي كان بصدد ارتياد الجامعة، أن يجمع المال من أجل تعليمه، فقام بإنشاء موقع إلكتروني يكلف البيكسل الواحد فيه $1، كما أمكن لأي أحد أن يستأجر قسما صغيرا من الموقع وينشر فيه ما يشاء من روابط أو محتويات. في غضون 6 أشهر فقط بلغت أرباح أليكس من موقعه هذا $1 مليون. 6. حالة القلوب المحطمة. قام رجال أعمال من مقاطعة نانجيانغ الصينية بابتكار وافتتاح حانة يقصدها كل من كان يمر بأوقات عصيبة جراء انفصاله عن حبيب أو فقدانه له، حيث توفر لهم هذه الحانة إمكانية البكاء والنحيب والنواح والتعبير عن مشاعرهم الحزينة دون الشعور بالإحراج. وعندما تمت مناقشة هذه الفكرة قبل تحقيقها على أرض الواقع، اعتقد الناس أن لا أحد بحاجة لحانة مثل هذه، إلا أن حانة القلوب المحطمة سرعان ما أصبحت أكثر المؤسسات شعبية في المدينة، مع فروع لها في جميع أنحاء البلد. 5. القشات الغريبة. وفقا للأسطورة، كان المخترعون خلف هذا الاختراع يريدون أن يؤثروا في حكم الأطفال لدى تخييرهم بين الصودا أو الحليب بأن يختاروا الحليب، فظهرت على إثر ذلك قشات بمختلف الألوان والأشكال والأحجام، كما لا يزال نجاحها مدويا لحد اليوم وشعبيتها قائمة بين الأطفال والراشدين على حد سواء. 4. هولا هوب. قام ريتشارد كينر من خلال اختراعه لطارة الجمباز هذه بإثبات أنه ما زال بإمكانك جني المال من خلال إعادة اختراع العجلة، وعلى الرغم من كون لا أحد آمن باحتمال نجاحها تجاريا، إلا أنه وبعد شهر من انتهاء المرحلة التجريبية لها، اصطف الناس في طوابير طويلة من أجل اقتناء قطعة البلاستيك المدورة هذه. 3. النمل الجراح.
قام إسلافنا بابتكار هذه التقنية في 1000 قبل الميلاد، حيث أنه في ذلك الوقت لم تكن هناك أي وسائل لخياطة الجروح، لذا لجأ الناس لاستعمال النمل الذي ربط بإحكام بين أطراف الجرح بواسطة أفكاكه القوية. والمثير في الأمر أن هذه التقنية ظلت شائعة حتى القرن 7 الميلادي. ثانيا، كرات لمنع التلوث. كان الخزان المائي لمدينة لوس أنجلوس الأمريكية يواجه خطر التلوث، حيث أن أشعة الشمس بالإضافة إلى عنصري الكلور والبروم الكيميائيين قد تجعل منه مسرطنا بدرجة كبيرة. تم اتخاذ قرار غير اعتيادي للحيلولة دون ذلك من خلال ملء خزان بالكرة البلاستيكية العائمة والتي منعت ظهور الطحالب وتسخن الماء، مما جعله نقيا مجددا وذلك في مدة وجيزة. أولا، السبينر. يعتبر هذا الاختراع اللعبة الأكثر شهرة وشيوعا لعام 2017، والتي هي في الحقيقة مجرد تحديث وتطوير لفكرة المروحة الورقية، وبهذا تحصلنا على لعبة قادت نصف البشرية إلى الجنون. ففي غضون أسبوع فقط جمع شريط فيديو مخصص عن هذه اللعبة حوالي 7 ملايين مشترك على موقع اليوتيوب، كما جمعت هذه اللعبة مليارات الدولارات حول العالم. وفي الأخير أشكركم على حسن الإصغاء والمتابعة، ادعمونا بلايك واشتراك في القناة. شكرا أصدقائي.